الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنته وسار على هذه وقتها أثره بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بكم أيها الأخوة الكرام الحضور بهذه الأمسية الطيبة ورشة العمل مع فضيلة الدكتور هاني البنا، رئيس منتدى الإنساني ورئيس منتدى المنظمات الخيرية في بريطانيا، مؤسس أكبر منظمة إغاثية في العالم وهي الإغاثة الإسلامية عبر الشباب. وسيكون اللقاء حول دور الشباب في المجتمع المدني. تعلمون أن دور الشباب يعني دور أساسي بارز، الشباب الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا صلى الله عليه وسلم. ما دور الشباب في المجتمع المدني بمحاوله المختلفة؟ نبقى مع فضيلة الدكتور ليبدأ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا إن أنا بتكلم معكم المرة الثانية أو الثالثة النهاردة في أورفا اللي غيروا العالم كله. اللي عايزين زي عبد الحليم حافظ ما بيقول يعدوا على الصحراء تخضر، مش كده برضك؟ تعدي أنت على الصحراء كده تخضريها، هنعملوا الحاجة اللي تاخد سنة في يوم. أنا هسأل أسئلة وهتكلم في نفس الوقت. فخلاص يا شباب، دور أو مشاركة الشباب في المجتمع المدني. مشاركة الشباب في المجتمع المدني. السؤال الأول، ماذا نعني بالمجتمع المدني؟ السؤال الأول ماذا نعني بالمجتمع المدني؟ أنا هسأل بحاول لكم دلوقتي إن شاء الله. أخبرك يعني إيه مجتمع مدني؟ يعني إيه مجتمع مدني؟ ويعني إيه مؤسسة مجتمع مدني؟ حد عنده فكرة عن كده؟ يعني إيه مجتمع مدني؟ ويعني إيه مؤسسة مجتمع مدني؟ تفضل. مجتمع مدني هو المجتمع الذي دي الميكروفون هو مجتمع يضم تحت جناحيه كل الأطياف والفرق والأديان حتى. كويس. فهو مدني بامتياز، يعني كويس. لا ينظر لاعتبار الدين والعرق. كويس، ده تعريف. في تعريف ثاني؟ تفضلي. هو المجتمع الذي يعيش فيه جميع المواطنين كمتساوين في الحقوق والواجبات، الكل يشعر بأنه يتسع للجميع وهو مرضي للجميع. جزاك الله. في حد تعريف ثاني؟ تفضل. المجتمع المدني هو نقيض المجتمع العسكري. المجتمع المدني هو نقيض المجتمع العسكري، يعني مجتمع غير عسكري، وهذا ما يعني يطلبه كثير الآن من الشعوب الحكومات المدنية. كويس. يعني المجتمع المدني يختلف تماما عن المجتمع العسكري، وده لكل الشعوب اللي بتقوم بتغييرات عايزين يكون عندهم حكومات مدنية. أي تعريف تاني؟ كل التعريفات دي صح، لان احنا ما بنتكلمش عن قرآن، بنتكلم عن اجتهادات افراد داخل مجتمع مدني. يبقى المجتمع المدني بالنسبة لي انا هو مجتمع المواطن. المواطن اللي هو الأسرة واللي هو العشيرة واللي هو القبيلة وكل الحاجات دي كلها، المجتمع الأهلي اللي هو في جزء منه اللي هو المجتمع الأهلي. فكل هذه التعريفات بالنسبة لنا احنا صح، مفيش حاجة غلط. حتى طب ما هي مؤسسات المجتمع المدني؟ السؤال الثاني، حد يجي يقول لنا ما هي مؤسسات المجتمع المدني؟ تفضل. حاضر. يعني مؤسسات المجتمع المدني هي تبدأ من المجالس المحلية، وممكن مجالس الأمة، مجالس مجلس الشعب، الحكومات، هذه كلها مؤسسات مدنية. ممكن المنظمات الغير الحكومية، المنظمات الأهلية، هذه كلها مؤسسات المجتمع المدني. جزاكم الله. في تعريف ثاني لمؤسسات المجتمع المدني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
هي كل المؤسسات الغير الحكومية التي تقدم الخدمة المجتمعية. كويس، كل المؤسسات غير الحكومية التي تقدم خدمة مجتمعية. الأخوات عندهم تعريف تاني؟ ها؟ يبقى المجتمع، يعني احنا قلنا المجتمع المدني هو مجتمع المواطن، يعني المركز والمركزية والمحور في المجتمع المدني هو المواطن، ده بنسميه civil society، civil community، اللي هي مجتمع المواطن. civil society organization اللي هي مؤسسات المجتمع المدني، اللي هي المؤسسات التي يديرها المواطنين المدنيين بغض النظر عن هم مين. أما المواطن العسكري والمواطن الأمني اللي هم، فدول مش داخل مؤسسات المجتمع المدني، لأنهم وظيفتهم حماية المجتمع المدني من الداخل عن طريق القوات الأمنية لكي يحموا الفرد من الداخل، ومن الخارج عن طريق القوات العسكرية يحموا الوطن كله من الخارج. يبقى الوظيفة الرئيسية للمؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية، المؤسسة الأمنية تحمي المواطن في داخل البلد من الفساد، من اللي هو السرقة، الجريمة، إلى آخره إلى آخره. أما المؤسسات العسكرية فتحمي الوطن ككل من الخارج، لكن الذي يدير شؤون الوطن داخل المجتمع المدني هو المواطن المدني. واضحة؟ واضحة؟ اتفقنا؟ 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 تفضل. يبقى المجتمع المدني هو مجتمع المواطن المدني، المجتمع العسكري هو من يحمي الوطن من الخارج وحدود الوطن، وله خاصية وله وظيفة وله استراتيجية وفي رؤية ورسالة. المجتمع الأمني اللي هو بتاع الدوائر الأمنية هو يحمي المواطن، كله يحمي المواطن، كله يحمي المواطن، لأن المحور بتاع الوطن هو المواطن، أساس الوطن هو المواطن، أساس المجتمع هو المواطن، بغض النظر عن العرق وعن الدين وعن الجنس وعن النوعية إلى آخره إلى آخره. اتفقنا كده؟ فده عشان بس نعرف احنا ماشيين ايه، رايحين على فين. ما هي أهمية مؤسسات المجتمع المدني؟ عملنا مؤسسات مجتمع مدني، ايه أهميتها؟ وبالنادي بعمل مؤسسات مجتمع مدني، لماذا؟ من حقك أن تتحدثي وتقنعي الآخرين ويسمع إليك. كويس، يعني الاهتمام بالمواطن كفرد لكي يصبح مواطن صالح في المستقبل. ايه تاني اهميه مؤسسات المجتمع المدني؟ تفضل. اهميه مؤسسات المجتمع المدني تنظيم شؤون المجتمع المختلفه. تنظيم شؤون المجتمع المختلفه، اي تعريف تاني؟ كل دي اجتهادات صح، مفيش حاجه فيها غلط. تفضلوا. أو أول حوار على معاني الاصطلاحات هنختلف ولن نتفق. ها، في حد تاني يقول ما هي دور مؤسسات المجتمع المدني وأهميته؟ تفضلي. نقول مؤسسات تقوم بصنع أو خلق يعني كيانات أو ذات تفكير يعني قادر على التعايش مع الآخر. شكرا، دي وظيفة من وظائف مؤسسات المجتمع المدني. حد تاني تفضل. مؤسسات المجتمع المدني أيضا هي مؤسسات تشارك في صنع القرار، وهي أيضا ممكن توجه أيضا شرائح المجتمع في قرار معين أو نحو طريقة معينة لاتخاذ الحكم. شكرا، كويس، دي أهمية. إيه تاني؟ حد تاني عنده تعريف آخر؟ الأخت إيرم عندها تعريف؟ أم إيرم عندها تعريف؟ حد من الشباب عنده تعريف تاني؟ طيب، هي مؤسسات يقوم فيها بالدور الأول المواطن لكي يجد له دور في بناء الوطن وحماية المجتمع، وهي مكملة للدور الذي تقوم به الحكومة. الحكومة دورها شمولي، لكن لكي تسد الثغرات المجتمعية
التي لا تستطيع أن تصل إلى الحكومة، ودورها تكاملي مع المؤسسات الحكومية، ودورها تكاملي مع المؤسسات اللي هي التجارية والبزنس بسموها إيه الاقتصادية إلى آخره، رجال الأعمال. يبقى في أي دولة من الدول في ثلاث مؤسسات مهمة: مؤسسة الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات اللي هي بسموها القطاع الخاص. دول الثلاثة اللي من خلالهم بنحاول نبني المجتمع بكافة مؤسساته. ليها طبعا دور رقابي، ليها دور حقوقي، ليها دور مجتمعي انه بتخش في كل المشاكل الرفيعة اللي داخل المجتمع، ليها دور إغاثي إنساني، ليها دور تعليمي، ليها دور توجيهي. وأنا بأضيف هنا من عندي أنا إن الكنيسة والمسجد مؤسسات مجتمع مدني. هناك من الناس من يقولون أنهم ليسوا من مؤسسات مجتمع مدني لأن دي وظيفة غير مدنية. الوظيفة المدنية هي وظيفة كل شيء، ليس كل إنسان ليس له صفة أمنية أو صفة عسكرية، سواء كان قسيس أو كان شيخ أو كان إلى آخره. كل هؤلاء مواطنين مدنيين يستطيع أن يقوم بالدور ده في داخل المجتمع. ومن يقول أننا نقصي المؤسسات الدينية، احنا نقول لا، لا نقصيها، ولكن نؤهلها للعمل المدني. لأن أكبر عدد من المؤسسات اللي موجودة في أي دولة في العالم هي المؤسسات الدينية، كنائس والمساجد. احنا عندنا كم ألف مثلا في سوريا، كم ألف مسجد وكم ألف كنيسة، وعندنا كم ألف جمعية. اعملوا المقارنة كده هتلاقي أن انتوا عندكم عشرات الآلاف من المساجد والكنائس، وعندكم مئات أو ألف أو ألفين من المؤسسات الجمعيات الخيرية. مثلا في مصر كانوا زمان بيسموها بلد القاهرة ولا مصر، كان بلد الألف مئذنة، دلوقتي ممكن مئة ألف مئذنة، لكن عدد الجمعيات اللي فيها قليل 40 أو 50 ألف، مع حيثية الكنيسة والمسجد بالنسبة لإيه؟ للشعب. دي قوة اجتماعية، قوة توجيهية، قوة مرجعية. فاحنا لابد اننا نخرطهم في المجتمع المدني لكي لا يصبحون نتوءا وبعيدين عن تنمية المجتمع من الداخل، ومعرفة ميكانيكيات العمل المجتمعي والقضايا الإنسانية والاجتماعية داخل المجتمع. عشان في يوم من الأيام لما نحب نجد فتوى يبقى الشيخ أو القسيس بيفتي على هدى، مش بيفتي على عدم معرفة. زي كتير جدا كتير من المؤسسات الدينية دون ذكر الأسماء الخلفية بتاعتهم لها أراضي ولها أوقاف ولها أطر إلى آخره إلى آخره. يعني بس أنا بدي من عندنا بضيفها إن المؤسسة الدينية هي جزء من مؤسسات المجتمع، ممكن نناقشون فيها بعد كده ما فيش مشكلة. طيب، يبقى مؤسسات المجتمع المدني هي شريك رئيسي في بناء أركان الدولة، وعندها قدرة رقابية على اكتشاف العلاقة الغير بريئة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. لأن يعني دائما القطاع الخاص أو كثير من الأوقات القطاع الخاص بيبتز الحكومة، والعكس صحيح. فحرية المجتمع المدني أن بيقف في النص علشان يكتشف هذه المخالفات. أنا حضيف محور بس بتسموه إيه؟ مؤسسات فكرية. إحنا تكاد تكون مش موجودة أو منعدمة أو ضعيفة جدا، فلازم نبرزها. أغلب جمعياتنا سواء كانت جمعيات اجتماعية أو جمعيات إنسانية بتهمل هذا الجزء، وهو ده الجزء الأساسي الوحيد اللي ممكن يغير سياسة وثقافة أي مجتمع، بناء على البحث، بناء على النتائج، بناء على المخرجات تستطيع أنك تغير على هدى. يبقى الثلاث محاور اللي هو الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بضيف ليها اللي هو مراكز الأبحاث، لإضافة للمنطقة العربية بالذات لعدم إيماننا بالأبحاث، والمراكز اللي هو الثينك تانك اللي هي المراكز الفكرية. طيب السؤال اللي عم نتكلم فيه دلوقتي، هل هناك
دور للشباب في مؤسسات المجتمع المدني أشيروا علينا. أنا مش هتكلم محاضرة، لا، أنتوا النهاردة هتجاوبوا على أسئلة. حاضر، هل هناك دور ليكم في المجتمع المدني ولا لا؟ ها؟ أنت تقولي وتقولي هو الدور، هتبقى حضرتك، لأن هي مش عملية محاضرة ومش عملية تلقي، هي عملية مشاركة ووضع رؤية وتحديد أدوار. ها؟ تفضل. هل هناك دور للشباب في مؤسسات المجتمع المدني؟ إذا كان هناك، فماذا على الجمعية والمؤسسة أن تفعله لكي تستوعب الشباب؟ بداية هم عماد هذه المؤسسات. ها؟ هم عماد هذه المؤسسات. طيب، يعني هم ليهم دور أصلاً؟ نعم، دور أساسي لهم. هم ليهم دور؟ حسب. لا، هم ما لهمش دور دلوقتي، بس أنت بتقول هم دورهم يكون أساسي. نعم. لأن دلوقتي ما لهمش دور، صح ولا غلط؟ صحيح. ها؟ يعني هم لكن أنت بتقول إن إحنا بنقول إن لابد أن يكون لهم دور، صح؟ نعم، دور أساسي. دور أساسي، تفضل. فالفئة المنتجة هي الفئة الأكثر قدرة على التغيير، فهذا دورهم، دورهم بالتغيير ودورهم بالإنتاج. يعني أنت بتقول أن الشباب لابد أن يكون لهم دور في مؤسسات المجتمع المدني، دور أساسي ورئيسي. لابد، لابد. احنا بنطالب بالدور دلوقتي، في أي وجهة نظر أخرى؟ يكون لهم دور ولا ما همش دور؟ تفضلي 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 تفضلي. مش جالك تليفون؟ كان التليفون فيه الحل. يبقى احنا بنفضل. صباعك مرفوع ولا ايه؟ اللي انا شايف صباع كده جاي على اليمين، نزله. يبقى انت هم بيطالبوا الشباب اللي اتكلموا دلوقتي ان يكون للشباب دور محوري في مؤسسات المجتمع المدني. معناه يعني ايه دور محوري؟ تفضلي، يعني ايه دور محوري؟ اساسي. يعني ايه دور اساسي؟ يعني مكلفين. لا، شوفي، تتكلمي المجتمع، ما تكلمنيش انا. احنا قاعدين دلوقتي وانت بترتبي بتعدي نفسك انك تكوني محاضره. عايز يتكلم يتكلم هنا ويواجه الجمهور. انا لا امزح. ايه، طب سكتي ليه؟ اتفضلي. ايه دور الشباب؟ هل الشباب ده انا كان سالنا قلت ايه؟ انا قدرنا نسيت حتى السؤال. طيب، انت كنت بتجاوب على ايه دلوقتي؟ لا، ما سجلت اسمها. هل هم الشباب ليهم دور دلوقتي؟ اكيد لازم يكون لهم دور، لانه يعني الشباب هنكونوا مثلا فاعلين، فاعلين في المجتمع، فاعلين في بناء المجتمع. طيب، يعني هم الركيزه الاساسيه اللي تتالف من المجتمع. طيب، هل هم ليهم دور دلوقتي؟ لا. انت اللي تقولي. كان ايه رد على يعني ما لهمش؟ مطالب. شفتي الخطوره بقى ايه؟ مطالب. يعني شوف، هم ما لهمش. تفضل. طبعا لهم دور اساسي تشريعي وتنفيذي. كويس. حاليا ليهم دور؟ لا، يعني الرسول عليه السلام. لا، انا مش عبر الرسول صلى الله عليه وسلم، انا ليه دعوه. لا لا، انا دلوقتي بتكلم على احنا دلوقتي سنه 1800 1000 ولا 2000 2000 2000 وايه 2018 في اورفا في 29 النهارده، مش كده؟ 29 ايه اغسطس 1450. تمام لهم دور طبعا. كلهم هل في اليوم ده ليهم دور؟ نعم، كلهم في تخصصه، كلهم في. هل ليهم دور حاليا؟ لا لهم دور. انت عايز يكون لهم دور؟ نعم لهم دور. انت عايز يكون لهم دور؟ انت بتطالب. لكن حاليا احنا مش مدينهم الدور ده. انا غلطان ولا مش غلطان؟ لو انا غلطان ارفعوا ايدكم، لو مش غلطان ارفعوا ايدكم. انا غلطان؟ لا، انا غلطان. انا غلطان. طب تعالي هنا غلطيني، تعالي قوميني بقى حارب بعض. بتغلطني على الملأ، يجوز هذا؟ يجوز هذا يا فتاة؟ لا، بس مو غلطان، بس كلمي المجتمع. في منظمات حاليا مثل منظمة كير، حاليا مشروع الناشط الاجتماعي، وأنا واحدة منهم من بين الناشط الاجتماعي الموجود. نحن نفوت على الحي، مشاكل الحي، مشاكل الموجودة في المجتمع في الحي، نحن نعرضها للمنظمة والمنظمة تصلح هذا الشيء، واختار مجموعة من الشباب. خلاص، خليها تخلص بس. خلاص، حاليا نحن مثلا منطقة الأرباش. خلاص، أنا خليها هتخلص وهديك الدور. عددنا نحن كموجودين ما يقارب 20 فرد. طبعا نحن ما نبدا بغبط كل أورفة، نبدا بمنطقة معينة. يعني أنت بتقولي إن في بعض المؤسسات بتعطي الدور للشباب. طبعا. خلاص، جزاكم الله خير. طب الأخت أم أروى، أم إرم، تعالي هنا، تعالي كلمي، محدش يتكلم من الكرسي أبدا. أنت بقى وضحي الكلام اللي هي قالته وقولي وجهة نظرك. كلم الناس. لا، ما بيدور للشباب
الساعتين. كلم ارفع بس فوق صوتك. ما بيدور الشباب الساعتين بهذا الزمان، ما بيدور. ده رأيها وده رأيها. رأي الكل الموجودين هون بس كل. لا 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 خلاص. لا خليها تتكلم، خليها تتكلم. الأغلبية موجودة هيجي. خلاص. إنه الشباب ما عندهم دور. طيب. هي اختنا ام اروى ام ارم بتقول ده راي الكل. وبالك انا مش مختلف معاها. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ احنا بنسمع الاراء، ما فيش حد فينا يعني رايه 100% صح او 100% غلط، كلها وجهات نظر. احنا بنقول ان الشباب لابد يكون له دور مهم جدا، صح؟ لكن هل دوره دلوقتي موجود في الجمعيات كمحور اساسي ولا لا؟ في اخت قالت من وجهه نظرها في الجمعيه اللي بتشتغل فيها، واخت قالت لا، صح؟ تفضل اخونا. اتوقع انه في دور فعال للشباب بشكل قوي بشكل عام، يعني في الجمعيات في المؤسسات. يعني الان الكل يعني انظر الوجوه الموجوده اغلبهم من الشباب، يعني هم الان هم فريق الدراسه، هم فريق الاعلام، هم فريق العمل التطوعي، اغلبهم من الشباب. يعني ما نخفي دور الشباب. يعني من هم الشباب المقصودين؟ يعني اطفال 15 سنه مثلا. العمر دكتور، العمر كم الشباب؟ يعني الان اغلب الشباب المتطوعين في الجمعيات في المؤسسات في سواء تدريس او عمل اغاثي او توزيع 30 سنه 35 سنه اكثرهم، يعني هذه النسبه 80%. طيب يعني جزاكم الله خير. هو بيتكلم على ان الشباب اللي موجودين دلوقتي بيقوموا بدور لو شباب الثانوي او نهايه الثانويه والجامعات، صح؟ انا مش مختلف معاك، وهم بيقوموا بدور محدد، صح يا اخي الفاضل؟ بيقوموا بدور واضح الدور بتاعهم، بس انا بقول ايه الادوار الاخرى اللي لو احنا عايزين الشباب يقوموا بيها داخل الايه الجمعيه نفسها. اتفضل. او الاعمال الانسانيه، قد يكون الشباب الان معظم دورهم يكون دور تنفيذي، نعم، لحد الان ما وصل الى دور التخطيط، نعم، في بعض في كثير من المؤسسات، مثلا مؤسسين هذه المؤسسات او القائمين على هذه المؤسسات يخططوا ويتحركوا. ممكن ما زال يعني اكثر عمرا واكثر خبره هم اللي يقومون بهذا العمل، دور الشباب الان يقوم على التنفيذ، وهذا ممكن يعني كمرحله مقبله يعني ان شاء الله يصير من تراكم الخبرات ينتقلوا الى مرحله متقدمه. ده وجهه نظر، تفضل. انا عايز مع دور اصوات الاخوات. ها، افضل دور يقوم به الشباب هو دور اتخاذ القرار باي مؤسسه. يعني بتكلم على دور ثاني واتخاذ القرار. اذا كان في لهم دور اتخاذ القرار باي مؤسسه مجتمع مدني، راح تكون مؤسسه المجتمع المدني مؤسسه ناجحه، بس في شرط ان يكون مع الشباب كبار العمر. فيش مشكله. ايوه، الحكمه مع الحماس. كويس. حماس الشباب مع حكمه الكبار. كويس. يبقى احنا بنتكلم على ان دور الشباب تنفيذي، في وجهه نظر اخرى ما فيش مانع ان يكون دور الشباب ايضا في التخطيط. انا اضرب المثل، واذا كان ضربته الصباح ولا امبارح ولا انا ناسي، قلتها انا صحيح؟ ها؟ اضرب بقى، اضرب بقى، نقوم خلاص مدفع الافطار ضرب خلاص، يلا قوم افطر بقى، ولا الامساك، امسك عن الكلام، ما تتكلمش، واخد بالك؟ فمش عايز اقول كلام انا قلته قبل كده، لو كنت قلته قبل كده وقفوني. ها؟ انت ما كنتش موجوده؟ عيد تاني؟ يعني لما نجد ان الشباب اللي غيروا التاريخ شباب صغيرين، صدر الدعوه الاسلاميه كان يمكن نص الشباب شباب، من سيدنا علي اللي كان عمره 9 سنين لعبد الله بن الزبير لعبد الله بن عمر لعبد الله بن عمرو بن العاص لعبد الرحمن بن مسعود لكل لاسامه بن زيد لكذا، كل دول شباب. لمحمد الفاتح اللي احنا في بلده هنا شباب عنده 12 سنة كان أبوه عينه والي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكبرهم سنا. أنا مش مختلف، لا أنا عايز أخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بره وأقول له كيف استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفئة العمرية، سواء كان في نشر الدعوة، سواء كان في عمل كذا أو في عمل كذا أو في عمل كذا إلى آخره. فلذلك أنت لو ما ربيتش الشاب في ظلك وأنت موجود على اتخاذ القرار، عمره ما هيتخذ القرار. الشاب أو الشابة. عشان ساعات في بعض مجتمعاتنا الشرقية بتحجم دور الفتاة أو المرأة، فبتحرم نفسها من ثقافة جزء كبير جدا من المجتمع اللي هي بتمثله.
اديك انا مثلا كنا احنا في شمال كينيا في حته اسمها مانديرا، وكنا في السنه دي راكبين عربيات في وسط الصحراء كده، والارض كانت يعني تينا حمراء، فما كانش في تكييف في العربيه. فواحنا وقلب الصفحه الرحله اللي بعدها خدنا معانا ثلاث بنات اخوات، واحده من امريكا واثنين من بريطانيا، واحده فيهم ما كانتش مسلمه كمان. مجرد ما دخلوا على النساء والاطفال العيال قعدوا يتنططوا على حجرهم. عالم تاني، العالم الذكوري بتاعنا احنا بيجعل المراه بطبيعتها وفطرتها تاخد خطوه لورا، بيجعل الطرف الهايب. خدت بالكم؟ فلما ننظر لدور المراه داخل الجمعيه هي ليها دور محوري. حتى كنا بنتكلم في جلسه من الجلسات السنه اللي فاتت في السعوديه على بعض المناطق، اللي انت لو هتبعت مندوب ليك يعمل دراسة حالة لن يدخل على الأسرة على الإطلاق، لأن دي الثقافة بتاعت المجتمع، إلا لو كانت ايه فتاة أو امرأة هيتفتح لها الباب، سواء كانت مع الأم أو مع البنات أو مع الأولاد الصغيرين أو مع الأب حتى. لكن بعت رجل بثقافة المجتمع رافض هذا الموضوع. يعني بنتكلم عن الشباب، بنتكلم عن الشباب بشقي، ها؟ بس الشباب لدور في التنفيذ، ولدور في الإعلام، ولدور في الدعوة، وأيضا لدور في التخطيط، ولدور في الإدارة. لأن احنا بالتالي لو ما أشركناهمش في هذه الجمعية الآن لن يكونوا قادة في المستقبل. في جمعيات في بريطانيا بالذات، لو أنا بضرب المثل، بتقول لك أنت عندك نسبة كام امرأة في مجلس الإدارة؟ تقول له صفر. طب عندك نسبة في جامعات أخرى بتخش إيه؟ يعني الأسئلة أكثر تحديدا. طب عندك نسبة كم شاب في مجلس الإدارة؟ مش في الإدارة التنفيذية، مجلس الإدارة هو مجلس أمناء. لكن في بعض الجامعات محددة 30% في مجلس الإدارة للشباب، سواء كان الشباب من الإناث أو من الذكور. فالناس بيحطوا النسب دي ليه؟ علشان هم حاسين إن في طاقات. صحيح أنت عندك خبرة زي ما اتكلمت. لا غبار على هذا. الخبرة عايزة حركة، وعايزة أفكار جديدة، وعايزة رؤى جديدة، وعايزة أفكار غير نمطية. أنا مثلا متربي بدأت أتكلس ثم هتحجر ثم الجبس قبل الحجر والحجر قبل الجبس. طب أتكلس ثم هتحنط بعدين وتحجر وتحنط. ده المصريين بيحنطوا ولسه عايشين في الايه في المامي اللي هي الموميا. فانا في سن العمر دلوقتي قد يكون عندي بعض الافكار الكويسه، لكن خلاص بدات دخلت في فطور ان انا خلاص يعني القالب بتاعي بدا ايه ما يكونش مرن زي الاول. قد اكون انا او انت او انت احسن واحد في القرن العشرين او 19 او في الخمسينيات او السبعينات. خلاص فترة وعدت، سلم للي بعدك. وانت بتسلم للي بعدك لازم تعلم اللي معاك ازاي يستلم القيادة بتاعتك. فعشان تستمر المؤسسة لازم نكون دورنا احنا كشباب محوري، وهو في ظل الكبار، والكبير يعلمه. يعني مثلا من اجمل الاشياء اللي كنت بشوفها، انا اصلا كنت طبيب، ما كنتش انتوا عارفين يعني، بس كنت طبيب فاشل يعني، مش كده برضك يا عم؟ مش كنت قلنا انا كنت طبيب؟ نسيتني انت، ارجع قدمني تاني، تعال قدمني تاني. المهم واحنا بنمشي في المرور في المستشفى، اهم شخص في المرور كان الطالب في الكلية. يجي رئيس القسم يمسكه من ايده، او يجي البروفيسور اللي هو المستاذ يمسكه من ايده ويقول للمستشار او يقول للي هو المناوب العام هناك، ده يشاور على الشقة اللي هو الطالب سواء كان بنت او ولد، ده يخرج من هنا طبيب، ويقول للممرضة ويقول للحكيم ويقول لكل واحد ان هو ده اللي احنا بنعمل فيه استثمار كطبيب. فالحكيمة والممرضة والطبيب اللي هو الجونيور اللي هو يعني والمستشار الى اخره يهتموا بمين؟
بالطالب اللي في كلية الطب اللي عنده 18 سنة أو 19 سنة عشان ده بيعدوه إن يكون طبيب. شفت قد إيه؟ بيعدوه إن يكون مهندس، بيعدوه إن يكون مزارع إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالجمعية التي تريد أن تستمر لابد أن يكون في تكوينها في أطرها الأطياف كلها قدر الإمكان. يعني لما ارجع انا من شايف الصوره دلوقتي من سنه 1985 او 86، 80% اللي كانوا شغالين معانا كانوا شباب، اغلبهم اشتغلوا عندنا، بعضهم دلوقتي شغال في الامم المتحده او شغال رئيس مؤسسات، او مش مهم انهم يكملوا معاك للاخر. اعمل نفسك مدرسه تخرب الناس، تخرج الناس كل سنه، بتخرج لك مجموعه هنا وهنا. كنت زمان ببقى زعلان، سيبنا ورايح فين؟ طب سيبنا ورايحه فين؟ واقعد كده امسك الاخ او الاخت واقعد احل عليهم ونب ما تمشوش. ده كان تفكيري كده، لكن بعد 10 سنين قلت انا غلط، خليهم يخرجوا هيكونوا سفراء ليك. فرحت لما برفع سماعه التليفون دلوقتي لقى لي واحد هنا وواحد هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا. زي ما اتكلمت الصبحيه عندكم واللي قلت لكم الاخت اللي كانت في الام بتاعه دي ما اتكلمتني، ما كانتش خارجه من الاجازه، لكن ما سمعت عن مدرسة وجات عشان تديك فكرة. في من دول وفي من دول. فانت خلي جمعيتك تكون مدرسة لتخريج الطاقات والاستفادة من الطاقات وصناعة القيادات. مش مهم انهم كلهم يكونوا موجودين عندك، خرجهم خرجهم، وذات مختلفة وعقليات مختلفة وخبرات مختلفة، وأنا قدرتي على الإدارة قد تكون مدرسة ابتدائي أو تكون مدرسة إعدادي، ها، لكن لا أستطيع أن أستوعب كل هذه الطاقات. فلابد الجمعية تنظر لنفسها كأنها جمعية بانية للقيادات الشابة ومستفيدة من طاقات القيادات الشابة، وموجهة هذه القيادات للروح الوطنية التي تبني المجتمع من الداخل، وتقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده، ولا نكون ولا نكون ايه حكرا علينا، ولا حكرا احنا ايه بسموه ايه، ويعني ما نحتكرهمش. يعني ما هماش لعيبه كره احنا بنشتريهم بمليون او 5 او 10 مليون ويشتغلوا، لا، هم انت بتعدهم للايه، للمجتمع. واضحه عشان ما نزعلش على شاب او شابه جم وتاهلوا عندنا وراح. كنت احنا في جمعيه اسمها رزق النهارده، احنا قاعدين مع الرئيس بتاعها وبنتكلم، واحنا خلينا لقينا في بنت واقفه زي كانت مستفيده واصبحت طالبه في الجامعه. كان رئيس الجمعيه واقف جنبي وانا قلت له ان شاء الله انت بقى تاخدي مكان رئيس الجمعيه. فالبنت اتكسفت، ازاي؟ قلت له ان هو هيعمل حاجه ثانيه، انت تخرج من الجامعه وتتخذ الخبره دي قدامك 10 سنين، فال10 سنين هو هيعمل حاجه ثانيه، هيعمل حاجه ثالثه، هيعمل حاجه رابعه، هيعمل حاجه خمسه، هيعمل حاجه سادسه. لو انا اقول لكم صليتوا على النبي، انا مش في الاغاثه الاسلاميه دلوقتي، صح؟ تخرج تعمل حاجه ثانيه تكون اصعب. كلما اندرجت في العمل المجتمعي كلما اكتشفت ابعاد اخرى لابد عليك والزمن عليك ان تدخل فيها علشان تنقل هذه الرؤيه للناس. زي ما انا اتكلمت في الصبحيه على الادفوكاسي، بقول لكم المناصره ما فيش حد فينا بيشتغل فيها الا من رحم ربي. الابحاث، الشراكه، اللي الحاجات دي كلها، التدريب، التاهيل، الحاجات دي لاغلب الجمعيات الانسانيه والمجتمعيه على المشاريع الخيريه فقط. عشان كده انا سبت الاغاثه عشان نخش في محور جديد نستطيع من خلاله ان احنا نعمل حاجه جديده. لان اصبح عندنا ما كانش عندنا ولا مؤسسه اغاثيه في اوروبا في الوقت ده، اصبح عندنا دلوقتي مئات. خلاص بقى نعمل حاجه ثانيه. وانت كل ما طلعت من الدور الارضي للاول للثاني للخامس هتلاقي ان العلم ملوش افاقه، ملهاش حدود، ومدراته ملهاش حدود. ها، مش بيقول لك ان الدين متين فاوغل فيه برفق، وكذلك الدين، فان المنبتة لارض انقطع ودابة انقطع. فذلك العلم كمان ملوش فوق كل دي علم ايه، وكل ما تعلم هتعلم. يعني معذرة انا هتكلم عن النقطة دي، وانا بعمل رساله الدكتوراه اكتشفت ان اللي وصف المرض اللي انا كنت بتكلم عنه الاطفال اللي هم عندهم انقسام في العمود الفقري واستسقاف المخ، او اطفال اتولدوا من غير مخ وظهرهم مفتوح،
ان واحد عربي مسلم من الزهرة اسمه ابو القاسم الزهراوي، سمعتوا عنه؟ معروف بالنسبة لك انت، لكن مين اللي معروف اكتر؟ ابن سينا. كلكم عارفين ابن سينا ولا لا؟ كنت تعرفوا ابو القاسم الزهراوي؟ يعني مش زي ابن سينا، خلاص غض النظر. فانت كان وظيفتك ايه بقى؟ انك تحط ابو القاسم الزهراوي ده وترجع تقول لهم هو ده اللي اكتشف كذا وكذا 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 في الموضوع. فلذلك انت لما تبص للانجازات اللي عملوها الشباب، سواء كان ابن سينا ولا ابو القاسم الزهراوي ولا الفارابي ولا البيروني ولا عندكم انتم مين، انت عندكم كتير جدا، ها جابر بن حيان، وعندكم تعرفوا اول واحده كانت بتدرس في المسجد الاموي من التابعين هي مين؟ وكان الخليفه الاموي بيجي يسمع لها. ها الله، انتوا السوريين لو ما جاوبتوش يا حنظله اتي بالكرباج نقيم عليهم الحد. قولوا، ها قلت ايه؟ سمعتك ما قلتش حاجه. هي ام الدرداء الصغرى، ام الدرداء الصغرى مش الكبرى. الله، ايوه هي دي. كانت بتدرس عندكم في المسجد الاموي؟ ها تفضل بقى، تبقى خالتك ولا بنت عمتها؟ كان بيحضر لها الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان، واخدين بالكم؟ فشوفوا انتوا عندكم التاريخ الرفيع ده البسيط ده، مين اللي بنى جامعه القاهره؟ القاهره اول من تبرعت ليها كانت اميره من الامراء، من الاميرات، تبرعت بربع الوقف بتاعها، هي حفيده الخديوي اسماعيل. مين اللي بنى القيروان؟ مش القيروان، اللي هي اللي في اللي في القرويين، القيروان، القيروان اللي في اللي في المغرب، المغرب، لا لا المغرب، قرويين، لا لا ده ده ده, ده بتكلم انت على على على, على تونس، انا بتكلم عن المغرب. عن في واحده اسمها فاطمه الفهريه، الفهريه هي بنى، هي كانت الاول من بنى المسجد، وتحول المسجد بعد كده الى الجامعه، هي جامعه القرويين. ما نرجع للتاريخ ده كله هنلاقي ان الشباب دي دور في كل حته، خلاص بس عشان ننتقل للاسئله اللي بعد كده. طيب يعني ايه تطوع؟ تطوع، وهل التطوع سنه ام فرض ام واجب؟ ها ام ايه في حاجه ثانيه في الشهر؟ او مندوب او مباح؟ تفضلوا. ها تفضل تفضل، ما انت اصل انت شغال النهارده متحمس جدا انت النهارده. تطوع يعني يقطع الانسان جزء من وقته او من ماله ان كان ذو مال للتنميه المجتمعيه والخدمه الانسانيه. كويس، ده تعريف. ها في تعريف اخر للتطوع؟ مساله حكم. ها تفضل. هو يهون بجميع الاحكام بحسب حاجه المجتمع يعني. على فكره يعني قد يكون واجب حاجه المجتمع. عينه المفتي بتاعنا دلوقتي. اتكلم الحكم المجتمعي كما قلت وليس الحكم الشرعي. دار الشريعه احسن. والله انت شريعه؟ نعم. طيب يا سيدي، ها ده تعريف حسب المجتمع. حد تعريف تاني او اي رؤيه تانية للتطوع؟ ها حد عايز يتكلم من الاخوات او من الاخوه؟ تفضل. تطوع تقديم جهد بدون مقابل. تفضل تفضل. تقديم جهد بدون مقابل. تقديم جهد، ما هو ليه مقابل طبعا. طبعا اجر عند الله. لو شفت بقى مش حاجه ببلاش. مقابل مادي ان شاء الله. مقابل مادي يعني. لا، وحتى في التطوع ممكن يكون في مقابل مادي. سندوتش، مواصلات، واخد بالك؟ يعني لما يجي تفضلي. يعني احنا عندنا فيها، اديك تعالى بس هقول لك يعني. تفضلي. يعني حاليا التطوع دلوقتي فرض. فرض كفايه ولا عين؟ فرض عين. انت عندك في وطنك السوري في 7 مليون نازح و6 مليون لاجئ، خلاص يعني نص الشعب. عندي انا في وطني اليمني
في حوالي 20 مليون تحت حد الفقر. من اليمن؟ في اليمن. ده الكلام ده من قبل الايه المواجهات العسكريه اللي هنتكلم عنها دي. كم منهم نازحين؟ كم منهم عندهم كوليرا؟ وكم 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 الى اخره. في العراق ما زال في 3 مليون نازح في الداخل بعد اللي لسه بيتعافوا دلوقتي. في مدينه كامله مدمره اسمها الموصل. في صلاح الدين، في الانبار، في مدن صغيره وقرى صغيره جنب سوريا لا يصلها اي شيء. النزوح فيها غير عادي. في ليبيا في نزوح الى اخره. ده انت بتتكلم على العالم العربي والاسلام. في عندك في بنجلاديش في 1.2 مليون من روهينجا. شفتوا قد ايه احنا ماشيين؟ عندك قضيه بتاعت غزه، قضيه حصار غزه بكام؟ كم مليون في غزه؟ مين يقدر يقول لي؟ ها؟ مليون ونص. 3 مليون. لا مش يعني حوالي 1.5 أو 2 مليون اللي في غزه تقريبا. كده ولا انا غلطان؟ اما تبص لكل هذه الخريطه دي كلها عندك في التصحر والجفاف اللي في افريقيا في ملايين مصابين من التصحر والجفاف الى اخره الى اخره الى اخره. عندك في الصومال. بص لنفسنا دلوقتي، لا انا حاول اتطوع كفرد فرد عين لازم اقوم بيه زي صلاه الظهر، صلاه العصر، صلاه المغرب. مش ده فرد لازم اقوم بيها، لان انا حجم المشاكل اللي بتواجه العالم العربي والاسلامي والعالم في داخل كونغو الديمقراطيه في 5 مليون نازح. نتكلم على واقعنا، كيف وانت تخرج الى الثامنه الى التاسعه؟ انا مش مختلف معك، على حسب ما تستطيع ان تقوم به. في كثير من الوسائل ممكن الواحد يقدم فيها عمل تطوعي. انا بعرف اطباء في دول اوروبا بدل ما يقضي اجازته في اوروبا اجازته مثلا سنويه شهر، كان يجي الى مخيمات اللاجئين، ينزل الى سوريا يخصص هذا الشهر عمل تطوعي لله سبحانه وتعالى. في هناك اساتذه جامعات، في هناك مدرسين، في هناك معلمين، في هناك علماء. نعم، بدل ما مثلا يقضي اجازته السنويه مع اهله او في اماكن اخرى ممكن يقضيها في سوريا وحسب مناطق الحاجه. فلذلك احيانا الحكم حسب الحاجه. وده جزء من المسؤوليه المجتمعيه لك انت. يعني انت مثلا لو انت عملتك في مثلا اي شاب من الشباب من كنتوا عندكم مهنه معينه او خبره معينه، تعمل يوتيوب محطه تحط فيها ماده للناس اللي مش عارفين اي شيء، تحط اي شيء. يعني ليه يا شابين يعني اكدت في يوم من الايام ان انا اقبل، طبعا قبلت ايده ان انا اقبل قدمه لانه خريج دار علوم وبيتكلم العربيه بيحببك في اللغه العربيه، ان يعمل لي يوتيوب. زعلان مش عارف زعلان من ايه، واخد بالك؟ لو ده عمل يوتيوب لتعليم فقط اللغه العربيه وحب اللغه العربيه، دي حاجه ماده من المواد. يعني انا متخيل ان الاف من الشباب هيتبعوه والشابات. كذلك شاب تاني قلت له بردك مفيش فايده. طبيب المتقاعد دلوقتي وعايز يعمل شيء عشان يعلم الناس ازاي يعالجوا الالام، خاصه في المناطق اللي زي سوريا وغيرها فيها مواجهات، مش عارفين يعالجوا الالام ازاي، ويعالج الالم ومعالجه الالم ده اصبح فن وتخصص عند اطباء التخدير. فانت ممكن فرد العين ده ان شاء الله يكون كل يوم صلاه واحده ساعتين. انا ليه حاطط الميكروفونات دي؟ انا ما عنديش امكانيات، بحطها عشان في حاجه اسمها محطه. المحطه اي حد يجي يخش عليها يتفرج عليها، ما كلفنيش حاجه. مش انا جيت اهو، انا جيت اهو ولا انا هناك لسه؟ واحد دفع لي تذكره الطياره، واحد منيمني في المكتب النهارده، وغدتوني امبارح وعشتوني، مش كده برضك ولا ايه؟ خلاص. بس ده لما بتتساب والناس تسمع ارائكم انتوا هتزعل. ما هي المبادره؟ اتفضل. لا انا بقى هعمل ضدك حاجه، حد غيرك. ما هي المبادره؟ وما هو المشروع؟ وما هو البرنامج؟ مبادره ومشروع وبرنامج. حادي بادي سيدي محمد البغدادي شاله وحطه كله على دي. يلا يا رجاله طلع عليكم. ها شوف، ما خلاص بقى، ما انت فاكر ان العمليه نزهه؟ انا هتعشى كرش النهارده، تعال. ولو كنتوا قاعدين بكره كنتوا مش هتشوفوني. انت منين؟ دير الزور.
دير الزور. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. المبادرة هي الإسراع في القيام بعمل ما أي حركة منك حقول لك قومي. مظبوط ولا أنا غلطان؟ تفضلي. إيه لا ترفع، طب ما ترفعيش إيدك بقى، امسكي إيدها. حط إيدك في جيبها. تعالى يا بالنسبة للمبادرة مثل ما قال الأخ وافق الرأي بالنسبة للتعريف، إنه هي مثل ما انتقلت إنه هي فزعة، هي الإسراع بقيام بخدمة مجتمعية. أما المشروع خدمة مجتمعية له تاريخ زمني بانتهاء، يعني مثلا بدنا نعمل مشروع لمدة عام، لمدة عامين في له تاريخ انتهاء، خدمة مجتمعية بانتهاء، زمان ومكان محددان. أما بالنسبة للبرنامج مكان محدد وزمان مفتوح، مثلا برنامج اللقاح هي متنتهي ما ينتهي، هذا برنامج مستمر. طيب جزاكم الله خير. في حد ثاني يعرف ولا اقتنعتوا بالكلام اللي قال اخونا وهتسكتوا؟ ها اخوات اخوه طبعا اتفضل. شوفوا شوفوا انا الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا كلنا عندنا العلم وعندنا القدره، بس عايزين نطرحها عشان ننطلق. ما حدش بقى يقعد خانع في بيته كده ولا مش عارف، لا انا عارف وكلنا عندنا العلم. اتفضل. يعني البرنامج مثلا هو عبارة عن فقرات، مثلا برنامج محاضرة معينة يكون فقرات أو عناوين أساسية في قائمة حتى ينفذ هذا الموضوع أو هذا العنوان أو هذا البرنامج. وممكن هناك كثير برامج، مثلا برامج إغاثية أيضا يضع أسس أو نقاط، رؤوس نقاط لكي يقوم بعمل معين. جزاك الله خير. طبعا المبادرة احنا متفقين عليها واضحة، المشروع واضح لبداية ونهاية في مترة زمنية وأهداف محددة. البرنامج قد يكون بيتكون من أكثر من مشروع، هي معايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح. دي بقى ما فيش حد فيكم مش هيتكلم، عشان انتوا عاملين نفسكم شباب وشابات وعايزين تغيروا الدنيا كده بليلة. فضلوا معايير قياس الفشل والنجاح. انت جاي منين؟ انت اسمر يا اسمراني من اساك عليا؟ ها يتكلم اصل مره لقى واحد سوداني فراح المانيا وبيتكلم بقى بطريقه ان هو ايه، ان هو سوري. بيقول انت منين؟ لا مش سوداني كمان، صومالي. فوراي بيقول انت منين؟ قال له انا من دير الزور. دير شعب الله. تفضل. معايير الفشل، قياس الفشل وقياس النجاح. النجاح عندما تحدد الهدف ويكون الهدف واضح قدامك وتعمل له مشروع معين، ووضعنا عدة نقاط. فعند النهاية نقيم البرنامج، إذا مثلا حصلنا على 80% أو 75% فما فوق من البرنامج هذا يعتبر نجاح. أما إذا وضعنا نقاط ووضعنا أهداف معينة وما حققنا منها حتى 40% هذا يعتبر فشل، فشل النقاط اللي وضعناها إحنا وما استطعنا نحقق. طيب حتى انا عنده تعريف لمعايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح. بدايه اي مشروع انا احط الحالي هدف، وهذا الهدف يكون قابل للقياس. ايوه. وهذا الهدف تتحقق فيه شروط الخمسه، يكون هدف واقعي ومحدد وقابل للقياس. بعدها انا احط نسبة النجاح وحط نسبة الفشل. فأنا إذا كان في عندي مثلا مشروع تعليم أنا بدي أعلم 100 طفل، فأنا حاط نسبة نجاح 80 فيهم. نهاية المشروع أنا أقيم قديش، بعد ما أعمل تقييم نهائي أقد أعمل تقييم نهائي أعرف قديش نجاحي وقديش فشلي. طبعا ما نسميه فشل يعني بالنسبة للمشاريع، ما نقول فشل إنما نقول تأخر نجاح أو نجاح غير متوقع. طيب ده جيد. إحنا ساعات يا شباب بنعمل ورش العمل لتنميه القدرات، يعني كلها طالعه موضه دلوقتي. يعني احنا اجلنا اسهال من كوليرا، عندها جفاف بعد كده. فما ننظر لكل الاشياء اللي بنعملها اصبحت انشطه. يعني انا بس عايز اعمل كذا ورشه عمل عشان احط في السنه بتاعي اللي انا بقوله ان انا عملت 20 ورش عمل. طب ايه تاثير ورش العمل دي على الشخص او على المجتمع او على المشاريع بتعمل؟
ده القياس، ده القياس. فما نحاولش نغير ورش العمل، هي دلوقتي معمولة كأنها أنشطة للأسف يعني. كل جمعية بتقدم على منحة من مؤسسة دولية عشان ما كانش فيه مية، كان طبعا المظلومة في الموضوع ده البنات الصغيرين في سن إرم وغيرها، ما كانش بيروح مدرسة. كان بتنزل بنت كل يوم معاها اللي بيحط فيها المية دي زي البلاصة أو حاجة زي كده بس ألمونيا، ها؟ الدلو، الدلو. ده في الأغنية بقى. خليك دلو خلاص. معاها الدلو 4-5 مرات كل يوم. يعني بتروح من 4-5 ساعات ما فيش مدرسة. لما عملنا الخزانات دي عشان تجمع المية على سفح الجبل نمرة واحد. البنت دي راحت المدرسة، ده معيار قياس. نمرة اثنين، الأم أصبح عندها وقت أكتر عشان تطبخ وعلشان تنتج شيء للسوق المحلي. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، إن الأكل أصبح فيه منتج، فيه إن الولاد يستحموا. فأتكلم على الأمراض الجلدية اللي كان بتصيب الأولاد نتيجة لعدم وجود مية. إن فوق في الجبال دي بيكون ممكن تزرع لك شيء جنب البيت، الحيوانات اللي انت بتربيها، الطيور اللي انت بتربيها. فدي كلها معايير قياس. عدد الطلبه والطالبات بالذات اللي دخلوا المدرسه عشان يتعلموا، قوه السوق المحلي اللي هو بدا يستفيد من انتاج المراه اللي قاعده في البيت واصبح عندها ساعتين او ثلاث ساعات زياده تنتج شيء للسوق، الى اخره الى اخره. فلابد اما اي حد يجي لكم تطالبوا بمعايير قياس النجاح ومعايير قياس الفشل. طب سؤال تاني للشباب اللي كنتم، ما الذي يجعل الشباب يقدمون على العمل في المجتمع المدني او مجال الانسان؟ اللي يخليكم كنتم تتحمسوا عشان تيجوا تشتغلوا في المجتمع، اول ايه؟ العمل الانساني. اتفضلي. طيب اتفضل. طيب تعديل الزور القبلة وبعدين حضرتك وبعدين الاخر. نفس الكلام؟ لا تعالى بقى اقف جنبي بقى، تعالى نفس الرأي انت. ليش اول شيء مساعدة الناس والمحتاجين وكل الفئات في المجتمع وللقيام ونهوض المجتمع ونرتقي بالمجتمع بحيث يكون مجتمع متقدم وحضاري لرفع الجهل والتخلف عن المجتمع. وإذا أنا ما قمت والأخ ما قام وكنا جالسين فمعناته المجتمع راح يبقى في تخلف وفي في ضياع. جزاكم الله خير. في أي عمل يكون الإخلاص أولا أساس النجاح، ثم يعني لإنتاج هذا العمل يجب أن يكون الشخص مريح ماديا. كويس، جزاكم الله خير. أنا أتوقع هذا الكلام كثير ما يستطيع لا الموضوع ليس متعلق بي أنا وحدي. نعم. يعني مريح ماديا من حقك. طيب ما الذي يجعل الشباب يقدموا على العمل الإنساني أو العمل المجتمع مؤسسات المجتمع المدني؟ تفضلي. معرفة الشباب بقيمة ودور العمل الإنساني، بالإضافة نقول إنه له لذة لا يشعر بها إلا من رأى فرحة طفل أو يعني مساعدة في فك كرب أو حلقة. جزاك الله خير. حد تاني يا شباب تفضل. بما أنني فرد من هذا المجتمع فهناك مهمة ملقاة على عاتقي ويجب علي القيام بها، خاصة يعني وضع السنين الآن نزوه فيزداد شعور المسؤولية وتكبر المهمة. طيب حد تاني قبل ما أجاوب على السؤال؟ طيب هتكلم أنا في أبعاد العمل الإنساني، كانت نقطة أنت اتكلمت فيها دي دلوقتي. حب عمل الخير ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، بمعنى إن لله رجالا أو نساء، بس يعني رجالا يعني اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، حببهم بعد الاصطفاء. يعني اللي هيخش في الحارة بتاعت العمل الخير ده اختيار رباني نتيجة نية الشخص المرء نفسه. المرء عايز يخش زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفزع لجاره
ويفزع لجارته ويفزع للحق ويفزع للعدل إلى آخره إلى آخره. إن الله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. خلاص؟ يبقى مين؟ هو أنا عبد وأنت عبدة. ربنا اختصنا، هو اللي اختارنا. وبعد ما اختصنا حببنا إلى الخير وحبب الخير. إنهم مين بقى؟ شوف بقى، شوف بقى جزاءهم إيه في يوم القيامة؟ إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. شوف من نية لاصطفاء لحب لنجاة، فهي ماشية كده. واللي تزحلق رجله داخل العمل الخير مش عارف يخرج تاني. أنا بكلمكم، أنا رحت بريطانيا في 77 تقريبا، يعني السنة، لا مش السنة، من 41 سنة. على أنها طبيب بقى وبتاع ده، وهتجوز في أغنية اسمها هتجوز، حد يعرف يغنيها؟ يبدو يا دكتور بعد كلامك له صار يعيش في أحلام ما حقق. خليك واقعي معه. أنا خليني واقعي والله. جوزوه يا دكتور، عم نحسب معايير النجاح والفشل. انتوا حنخرج احنا هنا وهم الأخوات حينسوك يتنطنوك ويلفوك ويجوزوك. ما يخرجش منها لو متجوز. واللي جنبك انت، مش انت برضه عايز تتجوز انت كمان؟ ثانية، عندنا حوالي 168 أو 160 ألف جمعية خيرية مسجلين، ميزانيتهم السنوية 74 مليار جنيه استرليني. ده اللي هو الناس بيتبرعوا بيه للجمعيات. بيشتغلوا في كل المجالات سواء كان على مستوى بريطانيا أو خارج بريطانيا. الحكومة بتدعم. لماذا؟ لأنه تعتبرهم أنهم سفراء لإيه؟ للبلد بتاعتهم. ففي وكالات تنمية دولية في كل الدول الأوروبية والأمريكية، في كل الدول الأوروبية والأمريكية من منتصف القرن الماضي. أنا بس كنت كاتب ورقة في الأبعاد حاول أطلعها دلوقتي. من منتصف القرن الماضي فرنسا بدأت، إنجلترا بدأت، أمريكا بدأت، وكل وكالة من الوكالات دي بتدعمها الحكومة بمليارات. لماذا؟ لأنها بتعطي منح تمثل ثقافة الدولة المانعة. أنت حر، وأخبر حضرتك مرجعية الدولة، الدولة المانعة تعطي للدولة المانعة وجهها، وفي نفس الوقت هي بتحاول تحل مشكلة. جزء كبير من الدول دي بتدي فلوسها للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، صح؟ والاتحاد الأوروبي بالتالي بيختار بعض المؤسسات اللي هي بتقوم بهذا الدور، سواء كانت مؤسسات محلية أو مؤسسات دولية من عندهم. جزء كل يوم، ودي ثقافة اليتيم، مش كان متكلم الأخ الصبحية فيها صح ولا غلط؟ صور لي ده. أو ما تديش معونة لأخت مش محجبة، ده كان حصل في البوسنة معانا. كان تيجي النساء البوسنويات لما خارجين من الشيوعية والاشتراكية إلى آخره مش محجبات، فيعملوا عشان ياخدوا يلبسوا شرب ويخش ياخدوا المعونة ويخرجوا يقلعوا الشرب. ما تديش لواحد فاطر في رمضان. طيب خلاص أنا واقف برا الجمعية بدخن، خش الجمعية أخذ المعونة وأخرج من الجمعية دخن تاني. يعني ودي ثقافة. فأوعى تفتكر إن الثقافة المفروضة هي بس ثقافة أو حادية اللون أو أحادية الفكر أو أحادية الثقافة أو أحادية العقيدة. أنا حدي فقط لمين؟ لمن جماعة اللي هم عندها أبعاد إعلامية، أبعاد درامية في الفن والأدب والحاجات دي كلها والحواديت إلى آخره. دي بتاعت ال بتاعتنا، دي بتاعت ال التعايش الطيارة. كان في ملف تاني. فدي كلها أبعاد، دي كلها أبعاد مختلفة احنا بنتكلم فيها. فحذاري انك تتعامل مع العمل الانساني على انه اكل شر بنايم لبس. احنا وللاسف كتير جدا من الحكومات الشرقيه من السطحيه انهم لا يستطيعون بناء دولهم من خلال المعلومات التي تاتي من هذه المجتمعات لكي يستثمروا هم باموالهم في هذه الاراضي الجديده. ليه الحكومات بتصرف عشرات المليارات علشان
يشعروا الناس انهم لهم دور انساني، كلهم دور في اعاده بناء المجتمع المتصالح مع بعضه. يعني لما ننظر احنا للدوله يقوم بعمل معين. جزاك الله خير. طبعا المبادره احنا متفقين عليها واضحه، المشروع واضح لبدايه ونهايه في فتره زمنيه واحداث واهداف محدده. البرنامج قد يكون بيتكون من اكثر من مشروع. يعني انت عايز تعمل برنامج لمحو الاميه، عايز تعمل برنامج زراعي، عايز تعمل برامج للتنميه الاسريه، هتلاقي داخل البرنامج ده كذا مشاريع، كذا مشروع بتحاول تحطهم داخل البرنامج سواء في جغرافيا او مشاريع مجتمعيه. طيب الاصعب بقى، ما هي معايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح؟ دي بقى ما فيش حد فيكم مش هيتكلم، عشان انتوا عاملين نفسكم شباب وشابات وعايزين تغيروا الدنيا كده بالليله. ها اتفضلوا، معايير قياس الفشل والنجاح. انت جاي منين؟ انت اسمر يا اسمراني، مين قساك عليا؟ ها خلاص اهو حد هيجي يتكلم. اصل مره لقى واحد سوداني فراح المانيا وبيتكلم بقى بالطريقه ان هو ايه، ان هو سوري. بيقول انت منين؟ لا مش سوداني، كمان صومالي. فوراي بيقول انت منين؟ قال له انا من دير الزور. دير شعب الله. تفضل. معايير الفشل، قياس الفشل وقياس النجاح. النجاح عندما تحدد الهدف ويكون الهدف واضح قدامك وتعمل له مخطط يكون في نجاح. اما عندما لا تعمل لهذا هدف ولا مخطط فاكيد يكون في فشل. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. معايير القياس، تفضل. معايير القياس، انا ازاي هقول انك فشلتي او نجحتي بناء على النتائج اللي وضعناها؟ وضعنا مخطط زمني لانتهاء مشروع معين ووضعنا عده نقاط، فعند النهايه نقيم البرنامج. اذا مثلا حصلنا على 80% او 75% فما فوق من البرنامج هذا يعتبر نجاح. اما اذا وضعنا نقاط ووضعنا اهداف معينه وما حققنا منها حتى 40% هذا يعتبر فشل، انه فشل على النقاط اللي وضعناها احنا وما استطعنا نحققها. طيب حتى انا عنده تعريف لمعايير قياس الفشل ومعايير قياس النجاح. بداية اي مشروع انا احط الحالي هدف وهذا الهدف يكون قابل للقياس. ايوه. وهذا الهدف تتحقق فيه شروط الخمسه تكون هدف واقعي ومحدد وقابل للقياس. بعدها انا احط نسبه النجاح واحط نسبه الفشل. فانا اذا كان في عندي مثلا مشروع تعليم انا بدي اعلم 100 طفل فانا حاط نسبه نجاح 80 فيهم. بنهايه المشروع انا اقيم قديش بعد ما اعمل تقييم نهائي تقييم نهائي اعرف قديش نجاحي وقديش فشلي. طبعا ما نسميه فشل يعني بالنسبه للمشاريع، ما نقول فشل انما نقول تاخر نجاح او نجاح غير متوقع. طيب ده جيد. احنا ساعات يا شباب بنعمل ورش عمل لتنميه القدرات، يعني كلها طالعه موضه دلوقتي. يعني احنا اجلنا اسهال من عدد دورات التنميه البشريه بتعمل في أي مدينة من المدن، خاصة غازي عنتاب واسطنبول. تعرف عندنا تصحر بالنسبة لهذا. خلاص هنجيب لك إسهال قريب إن شاء الله. بس اعملوا الحمامات في الأول. ها؟ غازي عنتاب. فأصبح تفضل. في حد بكامل. غازي عنتاب أخذت حضنا وحضنا. هي دلوقتي عندها إسهال إلى أن وصل للكوليرا. عندها جفاف بعد كده. فما ننظر لكل الأشياء اللي بنعملها دي عشان تجمع المية على سفح الجبل. نمرة واحد، البنت دي راحت المدرسة، ده معيار قياس. نمرة اتنين، الأم أصبح عندها وقت أكتر عشان تطبخ وعلشان تنتج شيء للسوق المحلي. نمرة اتنين. نمرة تلاتة، إن الأكل أصبح فيه منتج فيه إن الولاد يستحموا. اتكلم على الامراض الجلديه اللي كان بتصيب الاولاد نتيجه لعدم وجود ميه. ان فوق في الجبال دي بيكون ممكن تزرع لك شيء جنب البيت، الحيوانات اللي انت بتربيها، الطيور اللي انت بتربيها. فدي كلها معايير قياس. عدد الطلبه والطالبات بالذات اللي دخلوا المدرسه عشان يتعلموا،
قوة السوق المحلي اللي هو بدأ يستفيد من إنتاج المرأة اللي قاعدة في البيت وأصبح عندها ساعتين أو ثلاث ساعات زيادة تنتج شيء للسوق إلى آخره إلى آخره. فلا بد أن معي حد يجي لكم تطالبوا بمعايير قياس النجاح ومعايير قياس الفشل. طب سؤال تاني للشباب اللي كنتوا، ما الذي يجعل الشباب يقدمون على العمل في المجتمع المدني او المجال الانساني؟ اللي يخليكم انتوا تتحمسوا عشان تيجوا تشتغلوا في المجتمع المدني او الايه العمل الانساني؟ اتفضلي. طيب اتفضل. طيب تعديل الزور القبلة وبعدين حضرتك وبعدين اخ. نفس الكلام؟ لا تعالى بقى اقف جنبي بقى بتاع نفس الرأي انت. اولا يعني ليه انت اللي انت هتتحمس انك تيجي تشتغل معايا مثلا في عمل انساني او عمل مدني؟ اولا بدي يعني اعمل اي عمل انساني، اولا هي الغايه الله عز وجل، تغاوج الله عز وجل، هاي اولا. ثانيا اذا ما انا قمت بالعمل واخونا قام بالعمل والاخ قام بالعمل، اذا طبعا هي لماذا نقوم بالعمل الانساني بالاساس؟ من اجل ايش؟ أول شيء مساعدة الناس والمحتاجين وكل الفئات المجتمع، وللقيام ونهوض المجتمع ونرتقي بالمجتمع بحيث يكون مجتمع متقدم وحضاري لرفع الجهل والتخلف عن المجتمع. وإذا أنا ما قمت والأخ ما قام وكنا جالسين فمعناته المجتمع راح يبقى في تخلف وفي في ضياع. جزاكم الله خير. في أي عمل يكون الإخلاص أولاً أساس النجاح، ثم يعني لإنتاج هذا العمل يجب أن يكون الشخص مريح مادياً. فايت جزاكم الله. أنا أتوقع هذا الكلام كثير ما يستطيع. لا الموضوع ليس متعلق بي أنا وحدي. نعم يعني مريح مادياً من حقك. طيب ما الذي يجعل الشباب يقدموا على العمل الإنساني أو على عمل المجتمع مؤسسات المجتمع المدني؟ تفضلي. معرفة الشباب بقيمة ودور العمل الإنساني، بالإضافة نقول إنه له لذة لا يشعر بها إلا من رأى فرحة طفل أو يعني مساعدة في فك كرب أو حلقة. جزاك الله خير. حد تاني يا شباب تفضل. عندي سؤال يعني وليس أنا أيه. هتسألني بقى؟ يعني ممكن يعني لماذا مو بس الشباب يقوم بأعمال مثلا المساعدة والإغاثة والمجتمع في المجتمع المدني، لماذا المنظمات والدول تقوم أحيانا بهذا العمل في دول فقيرة مثل أفريقيا ولا الصومال ولا في بلدان عربية؟ إيش الهدف والغاية منها؟ يعني ما هدف الدول يعني؟ إيه؟ طيب خلاص. طيب أنت ليك عايز تجاوب على السؤال ده وأنا أجاوب على السؤال التاني. الدافع اولا هو الشعور المسؤوليه، بما انني فرد من هذا المجتمع فهناك مهمه ملقاة على عاتقي ويجب علي القيام بها، خاصه يعني وضع السوريين الان نزوه، فيزداد الشعور المسؤوليه وتكبر المهمه. طيب حد تاني قبل ما اجاوب على السؤال؟ طيب هتكلم انا في ابعاد العمل الانساني، كانت نقطه اللي انت اتكلمت فيها دلوقتي. حب عمل الخير ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، بمعنى ان لله رجالا او نساء، بس يعني رجال يعني اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم، حببهم بعد الاصطفاء، يعني اللي هيخش في الحاره بتاعت العمل الخير ده اختيار رباني نتيجة نية الشخص المرء نفسه. المرء عايز يخش زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفزع لجاره ويفزع لجارته ويفزع للحق ويفزع للعدل إلى آخره إلى آخره. إن الله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. خلاص؟ يبقى مين؟ هو أنا عبد وأنت عبدة. ربنا اختصنا، هو اللي اختارنا. وبعد ما اختصنا حببنا إلى الخير وحبب الخير إنهم مين بقى؟ شوف بقى جزاؤهم إيه في يوم القيامة؟ إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. شوف من نية لاصطفاء لحب
لنجاة. فهي ماشية كده، واللي تزحلق رجله داخل عمل خير مش عارف يخرج تاني. انا بكلمكم، انا رحت بريطانيا في 77 تقريبا، يعني السنة، لا مش السنة، من 41 سنة. انا انها طبيب بقى وبتاع ده، وحتجوز في اغنية اسمها حتجوز، حد يعرف يغنيها؟ محمد الهزامي احنا مش جايزة قبل. يا دكتور بعد كلامك له صار يعيش في احلام، صار خليك واقعي معه. انا خليني واقعي والله، جوزوه. يا دكتور عم نحسب معايير النجاح والفشل. انتوا حنخرجوا احنا هنا وهم الاخوات حينسوك يطنطنوك ويلفوك ويجوزوك، ما يخرجش منها لو متجوز. واللي جنبك انت مش انت بقى عايز تتجوز انت كمان؟ وهو حتى طويل شويه. انا ولا هو؟ انا موافق، انا موافق. لا انا ما احبش المشركين. لا انتم مثل الخواف، فان خفتم الا تعذبوا انتم خواف. وانت ان شاء الله بقى العادل، انت انت عمر بن الخطاب حضرتك. انا انت بالك انا خايف على انا خايف خايف. ما الخوف، الخوف سيد الاخلاق. طيب ايه بقى ابعاد العمل الانساني عشان نتكلم عن اللي انت قلته؟ ليه الحكومات الكبرى بتدعم العمل الخيري وخاصه العمل الانساني الدولي؟ احنا في بريطانيا عندنا حوالي 168 او 160 الف جمعيه خيريه مسجلين، ميزانيتهم السنويه 74 مليار جنيه استرليني، ده اللي هو الناس بيتبرعوا بيه للجمعيات. اشتغل في كل المجالات سواء على مستوى بريطانيا او خارج بريطانيا. الحكومة بتدعم، لماذا؟ لان تعتبرهم انهم سفراء لايه؟ للبلد بتاعتهم. ففي وكالات تنمية دولية في كل الدول الاوروبية والامريكية، في كل الدول الاوروبية والامريكية من منتصف القرن الماضي. انا بس كنت كاتب ورقه في الابعاد حاول اطلعها دلوقتي. من منتصف القرن الماضي فرنسا بدات، انجلترا بدات، امريكا بدات، وكل وكاله من الوكالات دي بتدعمها الحكومه بمليارات. لماذا؟ لانها بتعطي منح تمثل ثقافه الدوله المانحه. انت حر، واخبر حضرتك تمثل مرجعية الدولة، الدولة المانحة تعطي للدولة المانحة وجهها، وفي نفس الوقت هي بتحاول تحل مشكلة. جزء كبير من الدول دي بتدي فلوسها للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، صح؟ والاتحاد الأوروبي بالتالي بيختار بعض المؤسسات اللي هي بتقوم بهذا الدور، سواء كانت مؤسسات محلية أو مؤسسات دولية من عندهم. جزء من المؤسسات دي بيجيب أرقام، بيجيب تحاليل، وبيجيب دراسات تستفيد بها الدولة في العمل الاقتصادي، في العمل الاستثماري، في العمل الزراعي، في العمل الأمني، في العمل السياسي، في العمل الاستخباراتي إلى آخره. ما فيش حاجة ببلاش. هذا ليس فقط على جزء معين من الدول، لكن كل ثقافة المانح هي موجودة عند كل الناس، سواء كان المانح ده من الشرق أم من الغرب أم من الشمال أم من الجنوب. أنا بفرض عليك زي ما كنا بنتكلم الصبحية، صور لي الواد كل يوم، ودي ثقافة. اليتيم مش كان بنتكلم الأخ الصبحية فيها؟ صح ولا غلط؟ صور لي ده، أو ما تديش معونة لأخت مش محجبة. ده كان حصل في البوسنة معانا، كان تيجي النساء البوسنويات لما خارجين من الشيوعية والاشتراكية إلى آخره مش محجبات، فيعملوا عشان ياخدوا المعونة، يلبسوا شرب ويخش ياخد المعونة ويخلعوا يخرجوا يقلعوا الشرب. ما تديش لواحد فاتر في رمضان، طيب خلاص انا واقف بره الجمعيه بدخن، خش الجمعيه اخد المعونة واخرج من الجمعيه ادخن تاني. يعني فاوعوا تفتكروا ان الثقافه المفروضه هي بس ثقافه احاديه اللون او احاديه الفكر او احاديه الثقافه او احاديه العقيده. انا حدي فقط لمين؟ لمن جماعه
صارت مدحبحة لعشر دقائق. ها الله طرح بها البركة. خلاص طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سؤال او سؤالين هقولهم عشان نكمل النقاش اللي احنا بدأناه قبل الاستراحة، وبعدين بعد كده هنشوف منكم كلكم ايه هي رؤيتكم للي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة او في المحاضرة اللي فاتت. هل السؤال هو هل العمل في المجتمع المدني وهل العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ هل العمل في المجتمع المدني أو العمل الإنساني مهنة أو حرفة أو تطوع أو عفوية؟ تفضل تعال هنا. برأيي العمل في المجتمع المدني هو تطوع، يعني مو شرط أكون موظف في مركز ما لحتى أعمل، قد أستطيع عمل في الجامعة، أعمل مع منظمات معينة متطوع، يعني ما شرط يكون أنا عندي مهنة أو مسلك أعمل فيه، أستطيع العمل عدة جوانب. من وجهة نظرك أن العمل في هذا المجال هو تطوع، حد لي رأي تاني؟ تفضل. العمل التطوعي قد يكون أيضا مهنة وقد يكون تطوع وقد يكون أيضا يعني حرفة، قد يشمل عفوية، نعم قد يشمل كل هذه الجوانب. طيب العمل التطوعي قد يشمل كل هذه الجوانب. في رأي تاني تفضل. أنا هتيجي تكلم أنت، معلش بيقول وجهة نظره دافع عنه. بداية ما قلت مهنة لأنه أعرف كثير من الأشخاص إذا هو ما هو موظف في عمل ما قضى عليه راتب فهو ما بيعمل، لايك أنا قلت تطوع، يعني ما هو شرط تكون موظف. وضح حالي كده لأن أنا فهمي مش فهمي بسيط. أعرف أعرف صوتك كده عشان أسمعك. أعرف بعض الأشخاص يعني إذا ما هو موظف ويتقاضى راتب وكذا فلا ما بيعمل. طيب لايك أنا قلت تطوع يعني. يعني أنت قصدك مهنة ولا تطوع؟ طبعا تطوع. تطوع. طيب هو مصر على رأيه. ها تفضلي. انت افصحتي شيئا فاكمليه. بس على انه كل الجوانب لا هو ما ياتي عفويا، عفويا ما اتوقع ياتي عفويا، لكن هو فعلا مهنه وهو حرفه يحتاج الى الاحتراف في العمل الانساني. طيب اختي بتصر ان هو مهنه وحرفه، يعني الحاجات التانية دي يعني ايه ده في رايها؟ تطوع بحباح يعني زي ما انت كان في كل اربع مجالات، هي بتقول لا هو مهنه وحرفه. لحد دي راي تاني تفضل. ها ده أخوه. انا مش عارف والله انتوا بتقسموا عليا ولا ايه. اتى متاخر والمحاضره ولا مهنه، بس هو دخل على طول الصباحيه احسن للدكتور. طيب ها هو اصغر منه وتجوز وعنده زيد هو ده هيجيب عمر ده تمام قابلني. تفضل. يعني لا مانع من بعض المؤسسات ان تستفيد من اصحاب الخبر والمهنات، مثلا يقيمون مشروع أو برنامج مثلا بناء مخيمات أو بناء تجمعات سكنية، فاستفيدوا من أصحاب هذه الخبر على أجرة ومدة معينة ثم ينتهي عملهم معهم يعني. طيب جزاكم الله خير. رأي تاني تفضل. إن هنا تفضلي ما بسمعاش كتير قوي، انتوا تفضلنا قاعدين ساكتين بس كده؟ تفضلنا دول ساكتين خالص. العمل تفضلنا دول ساكتين خالص. والله ما أعرف تكلموا يا جماعة. العمل التطوعي هو العمل الإنساني بشكل عام، أغلب ما يكون تطوعي من الشباب من غيره من أهل الحي، وقد يأتي عفوي وكثير ما تحصل هذه، يعني يأتي متطوعين إلى الحي من أجل كذا، الناس الموجودين عفويا يمشون معهم يدلهم على الفقير يدلهم على المحتاج يدلهم، فيكون جانب تطوعي وعفوي أكثر من مهني. طيب جزاكم الله خير. في رأي تاني تفضل. تفضلي حدك أنت كلمتي؟ لا قلت إنساني. لا هتيجي تتكلمي، خلاص انا اكتشفتك دلوقتي. العمل في المجتمع الانساني يكون سلوك، بالبدايه يكون سلوك عفوي،
ينتظم ثم يصبح تطوعي، ثم ينتظم أكثر فيصبح مهني، فينتظم أكثر فيصبح احترافي. جزاك الله خير. بيتدرج يعني الأخ بيتكلم إن هو بيتدرج مرحلة مرحلة مرحلة. تفضلي يا أختي. الحمد لله واحدة جديدة اتكلمت اهي. والأخوات اللي جايين من الجامعة دول ما بيتكلموش خالص، تعملوا ايه انتوا؟ كلميهم يلا، اقنعيهم. لا أنا أحسه إنسان، إنسان العمل، لأنه إذا هذا الشيء ما نحب نعمله مستحيل راح نقوم به. يعني هل تعتبريه مهنة ولا حرفة ولا تطوع ولا عفوية؟ العفوية. عفوية. عفوية. شكرا. ها حد ثاني؟ حد ثاني؟ طيب العمل اللي بنتكلم عنه ده لابد ان يكون في عندكم البتاعة دي. هرسم لكم انا رسمة دلوقتي. دي كان محاضرة انا قلتها مش عارف فين. كده تمام. العمل الخيري صناعة، خلاص، صناعة وليست مصنع. يبدأ بعدين موسمية بعد تنظيم